نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وأبرز ما فيها. خمسة واربعون شهيدا بغارات للتحالف الأمريكي قرب منبج، وداعش يقتل 24 مدنيا في البوير المجاورة بعد السيطرة عليها. مدنيون يتحدون مسلحين ويخرجون من مناطق المسلحين في حلب. أردوغان يرفض التصريحات الأمريكية بخصوص الاعتقالات ويقول إن دولا وقفت إلى جانب المتآمرين. مصدر أممي للميادين يؤكد استمرار المشاورات اليمنية وعقد جلسات منفصلة في الكويت اليوم. أهلا بكم. ارتفعت إلى 45 شهيدا حصيلة غارات للتحالف الأمريكي قرب منبج بريف حلب المرصد السوري المعارض، أفاد باحتمال ارتفاع الحصيلة نتيجة خطورة حالات الجرحى، وأضاف إن الغارات استهدفت بلدة الغندورة ومن بين الشهداء 7 أطفال. هاي مرة ولاد ولاد صغار وعلى مقربة من منبج أيضا قتل مسلحو داعش 24 مدنيا في قرية البوير بعد السيطرة عليها من قوات سوريا الديمقراطية، وقد تحدثت مواقع مقربة من التنظيم عن سيطرته أيضا على قرى يلانلي وقطويران وقرط والجاموسية غرب منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي. في مدينة حلب هددت المجموعات المسلحة في أحياء حلب الشرقية المدنيين إنهم حاولوا المغادرة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية. ونقل مراسل الميادين في حلب عن مصادر محلية أن المجموعات المسلحة هددت بمعاقبة أي مدني يحاول الوصول إلى الممرات الآمنة المخصصة لخروجهم. ومن حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، سأبدأ من المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الذي تقوده أمريكا في الغندورة. ضعنا في صورة ما جرى، من وما هو المستهدف، عدد الضحايا وحجم الخسائر لو سمحت. نعم بالحين فعلا المستهدف هم المدنيون، ليست المجزرة الأولى في مدينة منبج، هي مجزرة من عدد كبير من المجازر، أكبرها كان قبل أيام عندما سقط أكثر من 250 شهيدا من أبناء مدينة منبج نتيجة لقصف طيران التحالف الأمريكي للأحياء المدنية وإحدى قرى مدينة منبج وإزالة القرية بشكل كامل عن وجه الأرض، لم يبقى لها أي أثر. هذه هي المجزرة الثالثة طبعا بعد تلك المجزرة، لأنه بعد يوم واحد من تلك المجزرة ارتكبت أيضا مجزرة أخرى راح ضحيتها قرابة 20 مدنيا. هذه هي المجزرة الثالثة، العدد تجاوز 35 مدنيا في قرية الغندورة الواقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة منبج نتيجة لقصف طيران التحالف الأمريكي لهذه القرية، وأدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا. 6 غارات جوية استهدفت منازل المدنيين وأبناء قرية الغندورة بشكل مباشر، أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا والشهداء في هذه القرية. فعلا لا يوجد تفاصيل أكثر نتيجة للتعتيم الإعلامي على ما يحدث في مدينة منبج، ولكن الأهالي من خلال التواصل حينما يستطيعون بذلك أخبرونا بأن العدد تجاوز 35 شهيدا من أبناء مدينة منبج، والعدد طبعا مرشح للازدياد نتيجة للجراح البليغة والإصابات الصعبة بين صفوف المدنيين، إضافة إلى قلة الإمكانات من أجل معالجة الجرحى نتيجة لهذه الغارات الجوية. لا يسمح للمصابين للجرحى مثلا بالخروج من تلك المنطقة لمناطق أخرى لتلقي العلاج.
أصلا بالمطلق لا يسمح بذلك، بل كلا الطرفين يمنع المدنيين من الخروج، سواء قوات سوريا الديمقراطية أو حتى تنظيم داعش. الحديث حاليا إلى الآن الخبر ليس بمؤكد، ولكن الحديث عن مجزرة ارتكبها أيضا تنظيم داعش في إحدى قرى ريف منبج التي استعاد السيطرة عليها صباح هذا اليوم. الحديث عن مجزرة راح ضحيتها قرابة 28 شهيدا من أبناء مدينة منبج بتهمة بأنهم عملاء لقوات سوريا الديمقراطية، لأن أبناء هذه القرية بقوا في قريتهم أثناء عند دخول قوات سوريا الديمقراطية إليها. كما أشرت إلى الآن لم نتمكن من التأكد 100% من هذا الخبر، ولكن أبناء مدينة منبج الذين تواصلنا معهم تحدثوا أيضا عن مجزرة أخرى ارتكبها تنظيم داعش في تلك المنطقة. كلا الطرفين يمنع المدنيين من الخروج، تنظيم داعش يمنع المدنيين من الخروج من مدينة منبج من أجل الوصول إلى مناطق آمنة أو حتى تلقي العلاج أو حتى تلقي المواد الغذائية نتيجة للحصار المطبق على هذه المدينة. من الجهة الأخرى أيضا قوات سوريا الديمقراطية إلى الآن لم تفتح معابر آمنة من أجل خروج المدنيين من مدينة منبج. تتحدث يعني عن قرية لبوير، عن ما يحكى يعني عن مجزرة تم بالضبط تنفيذها من قبل بالضبط تنظيم داعش، هذا الخبر غير مؤكد حتى الآن؟ بالضبط، إلى الآن لم نتمكن من تأكيد الخبر 100%، ولكن العديد من الأهالي الذين تواصلنا معهم تحدثوا لنا عن هذه المجزرة. ننتظر أن نتمكن من التواصل مع أحد أبناء هذه القرية. إلى الآن نحن نتواصل، تواصلي كان مع أحد أبناء مدينة منبج، وعدد من أبناء مدينة منبج أكدوا بأن حصلت مجزرة قام بها تنظيم داعش في قرية البويرة، ولكن أبناء قرية البويرة للأسف إلى الآن لم نتمكن من التواصل معهم. طيب دخول تنظيم داعش إلى قرية البوير من أي المناطق تم رضا، وما هي المناطق المهددة من خلال سيطرة التنظيم على هذه القرية؟ طبعا لا يوجد مناطق مهددة، هي هجومات يقوم بها تنظيم داعش، بعض الأحيان ينجح فيها وبعض الأحيان لا ينجح، في عمليات أخرى لا ينجح، ولكن الانطلاق كان من داخل مدينة منبج من الجهة المقابلة لقرية البوير، وتمكن من الوصول إلى قرية البوير والسيطرة عليها. ليست فقط قرية البوير، وإنما إضافة إلى 4 قرى في محيط مدينة منبج تمكن تنظيم داعش من السيطرة عليها في عملية عسكرية تقريبا استمرت لأكثر من 8 ساعات، تمكن من دفع قوات سوريا الديمقراطية والسيطرة على هذه القرى. تقريبا السيطرة جاءت بعد المجزرة التي ارتكبها طيران التحالف الأمريكي بما يقارب الساعتين، تمكن تنظيم داعش من السيطرة على هذه القرى والبلدات. طيب رضا، بعد السيطرة على بني زيد والليرمون، كيف تبدو التطورات الميدانية الآن في حلب، وماذا بشأن الوضع الإنساني هناك؟ فيما يتعلق بالميدان ملحم، تقريبا العمليات العسكرية للجيش السوري وحلفائه تتركز حاليا على مخيم حندرات، إضافة إلى صلاة الليرمون القريبة من جمعية الزهراء، وهي تعتبر صلاة صناعية تابعة لمنطقة جمعية الزهراء، والعمليات العسكرية هي في هذه المنطقة. في حال تمكن الجيش السوري من السيطرة على هذه المنطقة، هذا يعني بأنه تقريبا بات يؤمن الجبهة الشمالية الغربية، إضافة إلى الجبهة التي أمنها يوم البارحة. ولهذه المنطقة أهمية خاصة لأنها على تماس مباشر مع أحياء جمعية الزهراء الواقعة إلى غرب من مدينة حلب. حاليا العملية العسكرية تتركز في هذه المناطق كما أشرت، مخيم حندرات بعد سيطرة الجيش السوري على مقطع الشهر في مخيم حندرات. ما تزال طبعا المناوشات مستمرة، لا ترقى إلى مستوى عمليات عسكرية حقيقية كالعمليات العسكرية التي شهدها طريق الكاستيلو والليرمون وبني زيد، ولكن يمكن التأكيد بأن العمليات العسكرية ما تزال مستمرة في هذه المناطق. أما إذا ما أردنا نتحدث عن الواقع الإنساني، حاليا تركيز الدولة السورية في مدينة حلب هي على المعابر الآمنة، تعمل على تأمين هذه المعابر الآمنة، الأول عند دوار المالية في القرب من جمعية الزهراء، والثاني عند معبر بستان القصر، والثالث حي الشيخ مقصود، والرابع سيكون عند منطقة المشارقة. هذا بالنسبة للمدنيين الذين يرغبون بالخروج من مناطق التي أطبق الجيش السوري الطوق عليها وأطبق الطوق على الجماعات المسلحة في تلك المناطق. ولكن إلى الآن الجماعات المسلحة أرسلت تهديدات للأهالي لمن يحاول الاقتراب من هذه المعابر بأنه ستتم معاقبته. إضافة إلى ذلك أيضا ملحم، لابد أن نشير إلى ما أخبرنا به الأهالي من الأحياء الشرقية، بأن الجماعات المسلحة أخبرتهم بأنه من يرغب بالخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب فإن أمواله ومنزله إضافة إلى ممتلكاته ستكون بمعنى الحلال للجماعات المسلحة، وسيتم أخذها من قبل الجماعات المسلحة. طبعا شكرا جزيلا لك رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا من حلب.
وبرغم تهديد المسلحين فقد عبر عشرات المدنيين من أحياء حلب الشرقية. وزارة الدفاع الروسية نشرت لقطات تظهر افتتاح الجيش الروسي 3 ممرات إنسانية للسكان والمسلحين الذين ألقوا أسلحتهم في حلب مؤمنين بذلك ممرا آمنا، وكان قد جرى إسقاط منشورات في منطقة حي مشارقة تتضمن توجيهات حول كيفية الوصول إلى الممرات. ستكون الممرات متوفرة فقط في ساعات النهار في هذه المنطقة، ستكون هناك حافلات وسيتم تأمين وجبات الطعام والخدمات الصحية، سيكون هناك كل ما هو ضروري للناس للمغادرة بأمان ومواصلة التحرك إلى أماكن إقامة مؤقتة. وإذ رحب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بأي مبادرة لمساعدة المدنيين في سوريا، طالب موسكو بترك مسألة المعابر الإنسانية في سوريا للأمم المتحدة، كما شدد في مؤتمر صحفي له في جنيف على أهمية عدم إجبار أي أحد على مغادرة حلب وإعطاء ضمانات لحماية المدنيين. وضمن معارك طوق حلب، فقد بات الجيش السوري على مشارف مخيم حندرات شمال المدينة بعد استعادته السيطرة على حي بني زيد داخل حلب من المسلحين وكامل معامل الليرم. عملية تأمين حلب التي أطلقها الجيش السوري تتواصل. 4 سنوات تناوبت الجماعات المسلحة خلالها على السيطرة على حي بني زيد ومعامل الليرمون شمال غرب حلب، ليخرجوا منها اليوم بعد حالة الانهيار التي سادت صفوفهم وخطوطهم على وقع ضربات الجيش السوري وحلفائه. كامل معامل الليرمون استعادها الجيش السوري. هذه العقدة العسكرية التي استطاعت طيلة سنوات الأزمة ضرب المدينة اقتصاديا وعسكريا، لم يبقى سوى إنجاز الترتيبات اللازمة لعودتها الرسمية إلى سلطة الحكومة السورية. بعد معارك استمرت ساعات، انسحب عشرات المسلحين من حي بني زيد وسط انهيار كبير في معنوياتهم وتبادل الاتهامات فيما بينهم وتسليم عشرات المسلحين أنفسهم وأسلحتهم طلبا لتسوية أوضاعهم. معلومات للميادين أفادت بالتوصل إلى تسوية بين الجيش السوري وثلاثة فصائل مسلحة في أحياء حلب الشرقية لتسليم أسلحتها، على أن يخرج المسلحون من الكلاسة وبستان الباشا ويسلموا أسلحتهم للجيش السوري. هكذا يكتب الجيش السوري إنجازا جديدا في سجل محاربته للإرهاب. فالسيطرة على حي بني زيد الواقع عند مدخل الريف الشمالي لحلب ستحد تلقائيا من القصف العشوائي للفصائل المسلحة من بني زيد باتجاه أحياء السبيل، الشيخ مقصود، الأشرفية، السريان الجديدة، السريان القديمة، محيط جامع الرحمن وشارع تشرين، فضلا عن عدد من الأحياء الأخرى القريبة، ما يمنح رقعة أمان أوسع للسكان في المنطقة. دخول الجيش السوري إلى الحي يعني أيضا قطع الشريان الحيوي الوحيد المتبقي لمسلحي الأحياء الشرقية لحلب الذي كانت تعبر من خلاله إمداداتهم، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار قرب الحي من ظهرة عبد ربه ومنها إلى مدينة حريتان، خط إمداد المسلحين عبر ريف إدلب ومنه إلى الحدود التركية. أغار الطيران الحربي السوري على تجمعات المسلحين في حوش نصري وحوش الظواهرة وفي الشيفونية إلى الغرب من قرية حوش الفارة بالغوطة الشرقية لدمشق. غارات الجيش تأتي بعد تقدمه في حوش الفارة وتدمير أرسال إمدادات للمسلحين إلى غرب القرية. وفي دارية في ريف دمشق الجنوبي تقدم الجيش السوري على الجبهة الغربية للمدينة في ظل معارك مع المسلحين. وفي ريف اللاذقية الشمالي بدأ الجيش السوري عملية عسكرية من محور وادي باصور باتجاه مرتفع شلف الاستراتيجي جنوب غرب بلدة كنسبة. واستعاد الجيش السوري السيطرة على أجزاء واسعة من المرتفع، كما تقدم باتجاه قلعة شلف التي سيطر عليها المسلحون قبل أسبوعين.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ألا مصلحة أو هدنة مع الإرهابيين الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا. ريابكوف قال إن روسيا أكدت هذا الموقف مرارا من الجانب الأمريكي الذي لم يتخذ إجراءات للفصل بين الإرهابيين وما تسمى المعارضة المعتدلة، مشددا على أن رؤية روسيا هي محاربة الإرهابيين في سوريا حتى القضاء عليهم. إلى ذلك، ورغم ما قلبته عملية التقدم في حلب من معادلات ميدانية، إلا أن باب العملية السياسية لم يفتح بعد، ولن تتجدد فرصة الهدنة التي اختبرها الروس بعد عاصفة السخوي من أجل تحريك العملية السياسية التي لم تستفد منها سوى المجموعات المسلحة. تقرير ديما نصيف. بني زيد، التحول الميداني الكبير. اقتحام الجيش السوري للحي قد لا يفتح مع ذلك بابا للعملية السياسية. الإنجاز الذي استكمله الجيش السوري في 8 ساعات لقلب المعادلة الميدانية يحتاج إلى المزيد من الوقت لضمه إلى رصيد أي عملية سياسية مقبلة. لا شك بأنه اليوم معركة مدينة حلب هي بالنتيجة ثمرت صمود الجيش العربي السوري وإصراره على المضي قدما في مكافحة الإرهاب، ولكن أيضا هي ثمرت توافق نسبي أمريكي روسي يجري العمل على التحضير لعملية سياسية، إعادة إطلاق العملية السياسية في جنيف. أما عملية إجلاء المدنيين في حلب فقد عطلها المسلحون بإطلاق الرصاص على طريق الإجلاء والمعابر التي فتحها الجيش نحو حلب الغربية، وينبغي إسقاط ورقة الحصار الإنساني لتسبق أي عملية تفاوضية كي لا تتحول إلى عبء على المفاوض السوري كما كان في جولات سابقة كحصار أحياء حمص القديمة وداريا. أنا من بني زيد وبيركي من بني زيد، والله يحميهم، دخلوا جيش السوري والله يحميهم، يحمي أمة محمد ويحمينا معهم، وماني طالعة على أموتي. الحمد لله رب العالمين، اليوم دخل جيش لعنا، الحمد لله نحن بألف أمان، بألف أمان من الله تعالى. ولن تحرك معركة حلب أي عملية سياسية، فجولتا جنيف السابقة التفاوضية ضاعت في خضم تعنت هيئة التفاوض العليا ورفضها أي مفاوضات حقيقية، ودمشق لا تزال تتمسك بورقة المبادئ الأساسية التي طرحتها في جنيف وخطاب الرئيس الأسد الأخير في مجلس الشعب حول الحل السياسي. أما المبعوث الدولي الذي يصل نائبه إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل، فكل ما طرحه في جولات جنيف السوري لا يتعدى الأسئلة واستمزاج الآراء لإيجاد أرضية مشتركة للحوار بين الأطراف. أما الزيارة الدمشقية لرمز عز الدين نائب المبعوث الدولي فالأرجح أنها لتقطيع الوقت. الخارجية السورية لم توافق عليها إلا بعد تحفظ على طلبين سابقين، فنائب دمستورة لا يحمل أي خطة ولا أي أفكار جديدة حول جنيف أو غيرها بحجم الانتصار في حلب. ديما نصيف، دمشق، الميادين. هذا ويجتمع اليوم في جنيف خبراء وعسكريون روس وأمريكيون لبحث الوضع في سوريا. نائب وزير الخارجية الروسي جنادي غاتيلوف قال إن المحادثات ستشمل إتمام العمل على مقارنة خرائط أماكن وجود الجماعات الإرهابية هناك. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تغيير اسم جبهة النصرة إلى جبهة فتح الشام بأنه ضرب من التلاعب بالألفاظ، مؤكدا أن الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة لا تتغير بتغيير الأسماء. قاسمي وصف اللجوء إلى مثل هذه التصرفات بأنه مؤشر على الإفلاس السياسي للجهات الداعمة للتطرف في المنطقة وعلى رأسها السعودية باعتبارها الحاضنة الأولى للقاعدة وطالبان وداعش والنصرة والعديد من الجماعات الإرهابية في سوريا. بدوره أشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن لا تزال تجري تقييما لوضع جبهة النصرة، وأكد أن تغيير اسمها لا يعني بالضرورة تغيير سياساتها وسلوكها وأهدافها، مؤكدا الاستمرار في اعتبارها منظمة إرهابية. الولايات المتحدة لا تزال تجزم بأن قادة جبهة النصرة لديهم النية لتنفيذ هجمات ضد الغرب. لا يزال هناك قلق متزايد حول القدرة المتنامية لجبهة النصرة على القيام بعمليات خارجية والتي يمكن أن تهدد كلا من الولايات المتحدة وأوروبا.
المحاولات المتعددة الأهداف لفصل جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة وصلت إلى خاتمتها. إعلان القاعدة السماح للجبهة بفك روابطها التنظيمية معها يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. حسن عبد الله. طبخة تحييد جبهة النصرة التي وضعت على نار هادئة منذ وقت طويل يبدو أنها نضجت، وتجري تهيئتها لتقديمها إلى طاولة المعنيين بالأزمة السورية كأحد فصائل المعارضة التي توصف بالمعتدلة. فسماح القاعدة لجبهة النصرة بالتضحية بروابطها التنظيمية معها بشرط لزومها وفائدتها لوحدتها ولمواصلة المعركة. في التحليل الأولي ترتبط الخطوة المنسقة بين القاعدة والنصرة والأطراف الراعية بما يمكن تسميته قطع الطريق على أحدث وأهم اتفاق روسي أمريكي لضرب النصرة إلى جانب داعش. خروج النصرة من القاعدة وهي المصنفة إرهابية من قبل واشنطن والمسمولة بعقوبة مجلس الأمن يتيح لها مناطق آمنة بعيدا عن أمر العمليات العسكرية، وما لذلك من تداعيات إيجابية على حرية حركتها في الميدان وتسهيل التسليح والتمويل. ثانيا، يمثل هذا التطور الاستثنائي التمهيد العملي لإنجاح المساعي المزمنة لتوحيد النصرة مع فصائل مسلحة على شاكلتها أو تلك المصنفة معتدلة بالمقياس الغربي الخليجي. توحيد مطلوب وملح بعدما وصلت العمليات العسكرية للجيش السوري وحلفائه إلى مرحلة بالغة الحساسية، لا سيما في معركة مدينة حلب وأرياف دمشق. ولابد من الإشارة هنا إلى أن مطلب انفضاض النصرة عن القاعدة لطالما كان مطلبا مزمنا سعت إليه دول خليجية كانت ترى في الجولان قوة عسكرية وازنة مقابل الجيش السوري. إذن تنتظر جبهة النصرة ولادة جديدة بعد حوالي 5 سنوات على إطلاقها عام 2011، لكن السؤال هو هل ينسحب الخروج التنظيمي من القاعدة انفكاكا عن فكرها وأيديولوجيتها؟ المطلعون على نشوء وتطور القاعدة كما النصرة لا يراهنون على حصول هذا التحول، فهو إن حصل يفقد النصرة مبرر وجودها ويفجر الخلافات في داخلها، والأهم أنه ينزع عن القاعدة شرعية القيادة والتوجيه حيث لها فروع وأذرع. رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الأمريكية والأوروبية بعد حملة الإقصاءات على خلفية محاولة الانقلاب. أردوغان أكد أن الاعتقالات ستستمر لتطال جميع المذنبين، وأضاف أن دولا كان ينبغي أن تشيد بإحباط الانقلاب وقفت إلى جانب المتآمرين. أردوغان التقى في أنقرة كبار قادة الجيش التركي. وكان مدير الاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر قال إن التطهير العسكري الأخير في تركيا سيجعل مكافحة البلاد لتنظيم داعش أكثر صعوبة. كلابر أوضح أنه سيكون هناك تأثير للوضع في جميع قطاعات جهاز الأمن القومي في تركيا، لافتا إلى أن اعتقال عدد ممن كانوا على صلة أو ممن كانوا صلة التحاور مع واشنطن سيجعل التعاون أكثر صعوبة مع الأتراك. المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان حذر تركيا من تجميد مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد إذا لم تجري مراعاة القوانين في حملة الاعتقالات التي تجري منذ محاولة الانقلاب. هان وفي تصريح نشرته صحيفة ألمانية أكد أنه إذا بقي الشك بوجود معاملة غير منصفة للناس في تركيا فإن ذلك سيكون له عواقب بلا شك. نقل موفد الميادين إلى الكويت عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مشاورات السلام اليمنية مستمرة. وأفاد المصدر بأن جلسة منفصلة تجمع عصر اليوم المبعوث الأممي إلى قيادة وفد صنعاء إلى المشاورات.
مصدر في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن أكد أن الاتفاق الذي وقع بين القوى الوطنية في صنعاء هو إجراء داخلي فرضه استمرار الحرب، وهو لا يهدف إلى إجهاض مشاورات الكويت إنما لمواجهة استحقاقات داخلية وخارجية. المصدر أكد للميادين أن المؤتمر سيلتزم بما ستفضي إليه المشاورات من نتائج تتوافق عليها الأطراف. وينضم إلينا موفد الميادين إلى الكويت أحمد عبد الرحمن. أحمد، كيف تبدو أجواء المشاورات اليمنية في الكويت بعد هذا اللغط الذي حصل ما بين تعثر هذه المشاورات وما بين الحديث عن استئنافها مرة جديدة؟ نعم، نحن بانتظار الجلسة المرتقبة للمبعوث الأممي مع وفد صنعاء والتي من المتوقع أن تعقد بعد ساعة من الآن. الجميع ينتظر عودة رئيس وفد أنصار الله من العاصمة العمانية مسقط، وبعد ذلك ينعقد الاجتماع مع المبعوث الأممي. وهناك أيضا لقاءات للمبعوث الأممي مع بعض من سفراء الدول 18 لمناقشة إمكانية أو ضرورة تمديد المشاورات اليمنية، وهناك ضغوط أمريكية بريطانية في هذا الاتجاه، اتجاه التمديد للمشاورات على وقع التطورات السياسية التي حدثت بالأمس في صنعاء. ربما ما حدث بالأمس هو عزز من ضرورة التمديد للوصول إلى حل نتيجة هذا الضغط الذي قدم أو مورس من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. تحدث عن تشكيل المجلس السياسي، صحيح؟ نعم، عن الاتفاق وليس عن تشكيل المجلس السياسي، لأن التشكيل لم يبدأ بعد، بمعنى أن تم الاتفاق وإشهار وإعلان الاتفاق وأجل الشروع في تشكيل المجلس السياسي الأعلى. هناك مصادر رفيعة سياسية رفيعة تحدثت معي وقالت بأن عدم تشكيل المجلس السياسي يعني أن أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام قدموا مهلة أو إمكانية أو فرصة لإنجاح مشاورات الكويت، لكن هذا الاتفاق أحمد هذا الاتفاق هل فسر على أنه بمثابة ورقة ضغط لاستئناف المشاورات في الكويت؟ هناك من فسره من هذه الناحية، وهناك من اعتبره انقلابا، وتحدثون عن طرف الرئيس هادي واعتبروه نصفا للمشاورات، وبالتالي كان هناك تصريحات أو عالية السقف، بمعنى أن بعض أعضاء وفد الرئيس هادي كانوا قد أعلنوا الانسحاب وفشل المشاورات وتعليق المشاورات، وبعضهم قال أن الوفد سيغادر غدا السبت، لكن لم يصدر عن الوفد أو عن حكومة هادي أو عن رئاسة هادي أي بيان يؤكد الانسحاب أو يتحدث عن الانسحاب من المشاورات أو انتهاء هذه المشاورات، وبالتالي المشاورات مستمرة، وهذا ما أكده مصدر رفيع في مكتب المبعوث الأممي هنا في الكويت، وقال للميادين أن المشاورات مستمرة وهناك إمكانية كبيرة لتمديدها. أشكرك جزيل الشكر أحمد عبد الرحمن موفد الميادين إلى الكويت، شكرا لك. ميدانيا، استشهد 5 أشخاص بغارة جوية للتحالف السعودي على مناطق في حجة شمال اليمن، كذلك أغارت طائرات التحالف السعودي على مسجد في مديرية الخب شمالي محافظة الجوف اليمنية ومناطق أخرى. سنة وأربعة أشهر على الحرب السعودية على اليمن وهي لم تضع أوزارها حتى الآن. انهارت مجددا التهدئة التي سبقت المشاورات اليمنية في الكويت، ومقاتلات التحالف السعودي جددت قصفها لمحافظة حجة مستهدفة المدنيين، حيث استشهد عدد منهم بينهم نساء جراء غارات استهدفت منازلهم في مديرية كوشار شمالية شرق المحافظة. يأتي ذلك فيما تواصلت المواجهات بين قوات التحالف السعودي وقوات هادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى عند الشريط الحدودي لمديريتي حرد وميدي في محافظة حجة. في تعز أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 6 جنود سودانيين و11 عنصرا من قوات هادي، كما دمرت عربتهم المدرعة من جراء القصف الصاروخي الذي استهدفهم في قرية الحريقية جنوبية مديرية ذباب.
قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف السعودي شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا على مناطق عدة في مديرية نهم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. وزارة الدفاع اليمنية أعلنت سيطرة الجيش واللجان على عدد من المواقع في جبال العقبة الاستراتيجية بمديرية الخب والشعف شمالية محافظة الجوف. في محافظة عدن دورت ثلاثة انفجارات متزامنة بمحيط سجن المنصورة شرقي المحافظة وحي السعادة بخور مكسر ومعسكر التحالف السعودي بالقرب من مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر غربي المدينة الساحلية بحسب ما أفاد به مصدر محلي الميادين. عند الحدود اليمنية السعودية أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل جنديين سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في جيزان وتدمير دبابة سعودية في موقع المحضار بعسير السعودية. أعلن الجيش الليبي الموالي للواء خليفة حفتر سيطرته على حي القوارشة في بنغازي شرق البلاد. جاء ذلك إثر معارك مستمرة منذ ثلاثة أيام. بوابة القوارشة تقع عند مدخل بنغازي الغربي وتبعد 10 كيلومترات عن وسط المدينة التي تشهد معارك بين الجيش الليبي ومجموعات متشددة. أقام أئمة الجماعة في البحرين صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق في منطقة الدراز بالرغم من المنع الذي فرضته السلطات البحرينية، كما دعوا إلى حماية الشعائر من خلال المشاركة الحاشدة. يأتي ذلك بعد إسقاط الجنسية عن المرجع الأعلى في البحرين الشيخ عيسى قاسم وإعلان حل جمعية الوفاق المعارضة بالتزامن مع إجراءات بحق المتضامنين. وفي بيروت طالب التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة بوقف الحروب والتضييق في اليمن والبحرين وسوريا والعراق وباكستان. وفي لقاء تضامني في بيروت حث التجمع على ضرورة إيقاف المشروع الإسرائيلي الأمريكي معتبرا أن الحركات التكفيرية تعمل في الساحات العربية خدمة لهذا المشروع. جددت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون التزامها ضمان أمن إسرائيل. جاء ذلك بعد قبولها ترشيح الحزب في مؤتمره الذي اختتم في فيلادلفيا. كلينتون كذلك أكدت دعم حلف شمال الأطلسي لمواجهة ما سمته التهديد الروسي، ومن خلال كلمة لها هاجمت بقوة منافسها الجمهوري دونالد ترامب متهمة إياه بعزل الأمريكيين ومحاربة الدين. لأربع مرات وقفت كلينتون أمام أعضاء الحزب الديمقراطي، إلا أن المرة الخامسة كانت مقرونة بضغوط أكبر عندما أعلنت قبولها بأن تكون أول امرأة تمثل سياسة الحزب الديمقراطي للمرحلة المقبلة. أنا فخورة بالعمل مع حلفائنا في الناتو ضد أي تهديد يواجههم حتى من روسيا، وفخورة أيضا بأننا وضعنا غطاء على برنامج إيران النووي من دون إطلاق رصاصة واحدة تجاهها، وجرى التأكد من تطبيقها إياه بجانب العمل على دعم أمن إسرائيل. مرشحة الرئاسة حاولت طرح رؤية أكثر إيجابية لمستقبل الولايات المتحدة في طرح مواضيع قد تستقطب من خلالها المزيد من الأصوات. أود أن أشكر بيرني ساندرز، لقد وضعت العدالة الاقتصادية والاجتماعية في مكانها الصحيح، ولجميع مؤيديك هنا وفي كل مكان أريدكم أن تعلموا أنني سمعتكم وأن قضيتكم هي قضيتنا. ترميم انقسام الحزب الديمقراطي مهمة شاقة إضافية تنتظر كلينتون في ظل قضايا لا تزال محط خلاف بين الحاضرين. أدعو لأن تكون هناك وحدة نوعا ما داخل الحزب، ولكن هناك مسائل لا بد أن تعالج، ومنها اتفاقية التبادل الحر مع دول المحيط الهادئ التي يعارضها الكثيرون هنا. أعتقد أن كلينتون ستتمكن من توحيد الحزب حتى نوفمبر، وخصوصا أن الأيام الماضية شهدت بعض التغييرات التي ساهمت في تقوية صفوفه.
كلينتون أنجزت الخطوة الأولى نحو توحيد الحزب، هكذا ينظر البعض ممن حضروا هنا، فهي صعدت لهجتها تجاه منافسها ترامب، والذي يتفق أعضاء حزبها على رفضهم توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. مع انتهاء أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي، فإن العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بدأ بمعركة ستكون محتدمة بين كلينتون وترامب، معركة نتائجها المرتقبة ستظهر بعد 100 يوم حيث موعد الاقتراع. محمد كريم، فيلادلفيا، الميادين. في إطار تغطيتها للذكرى 10 لحرب تموز عام 2006، تبث قناة الميادين وثائقيا من 3 أجزاء بعنوان 2006. الجزء الأول يكشف أسرار التخطيط لعملية أسر الجنديين الإسرائيليين، ويعرض غدا السبت عند 9 مساء بتوقيت القدس الشريف. التفاصيل مع سارة الحاف. قلدت حرب عام 2006 على لبنان شهر تموز وسام المقاومة، فأصبح تموز الحكاية. أولت الميادين منذ انطلاقتها أهمية خاصة له، عرضت فيه عام 2012 لأول مرة شريط فيديو حصرياً لعملية الوعد الصادق التي نفذها حزب الله جنوب لبنان، وأدت إلى أسر جنديين إسرائيليين، ليوثق برنامج تموز الحكاية بعد عام تفاصيل يوميات الحرب. وها هي اليوم في الذكرى 10 لحرب تموز، تكشف الميادين في الجزء الأول من وثائقي 2006 مقدمات وتفاصيل عملية أسر الجنديين. مشاهد ولقطات ومقابلات تعرض للمرة الأولى. كيف تم التخطيط؟ كيف أجريت المناورات؟ كيف تم اختيار النقطة واستطلاعها؟ ما هي أسباب اختيار الدورية الإسرائيلية تلك تحديداً؟ وكيفية رصدها حتى آخر استطلاع قبل تنفيذ العملية بدقائق، وصولاً إلى اللحظة التي يفتح فيها باب الهمر؟ مبخينتنا هيتا أمورا ليوت هتشاة של החיזבאללה בכל דרך بجياء بعיקר بيد החיזבאללה והגעה למצב שבו גורם בינלאומי ייקח אחריות, כולל ממשלת לבנון הרשמית. הייתי במשרד החוץ. كما يعرض الوثائقي لقطات ترفع عنها الستارة للمرة الأولى منذ التحرير عام 2000. وسيتاح للمشاهد كمان نشوف حتى المحادثات اللي كانت عم بتصير بين طائم الآلية الأولى والآلية الثانية اللي تم عليهم عملية الأسر. من المفارقات كمان اللي ممكن الواحد يشوفها هون انه في حرفية عالية من حزب الله بتنفيذ العملية كانت، بس يسمع قائد الميدان للعملية اللي هو الحاج خالد بزة اللي استشهد بمواجهات بنت جبال بحرب تموز، كيف عم بيوجههم انه العملية تماما مثل ما شرحها صارت، رغم انه كان حزب الله قادر يمكن يأسر اكثر من 2، التزموا بحذافير هيدي الخطة. شهادات من الجندي الإسرائيلي الوحيد الذي نجا من عملية الأسر تومير فاينبرغ، وثائقي نوعي من إنتاج الميادين يكشف تفاصيل وأسرارا جمة عن عملية بقيت الأسئلة حولها كثيرة عند الصديق والعدو. بعد 10 سنوات على عدوان تموز يوليو 2006، نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلات صوتية لمعركة عيت الشعب تظهر ارتباك جنود الاحتلال في تلك المواجهة. تقرير منال إسماعيل. مقاومة قوية، الكثير من الصواريخ المضادة للدبابات، لقد فقدنا حتى الآن 3 جنود ونحو 30 جريحا. هذه الكلمات بعض مما ورد في التسجيل الصوتي الذي نشره الجيش الإسرائيلي بعد مرور 10 سنوات على عدوان تموز يوليو 2006 لقائد لواء المظليين حينها حاجي مردخاي، والذي يظهر الإرباك الذي تملك جنود الجيش الإسرائيلي جراء المقاومة العنيفة التي واجهوها في عيت الشعب. حيث القرية المتاخمة لبنت جبيل لم تكن المعركة فيها بالسهولة التي تخيلها جنود الجيش الإسرائيلي. المعركة الأساسية تتركز في القرية التي بتنا جميعا نعرف اسمها، عيت الشعب. الجيش يعمل هناك منذ أسبوع، وفي كل مرة يدخل فيها ويخرج ويحاول السيطرة على المنازل يجد مقاومة.
شراسة المعارك في عيتا التي استمرت أياماً فاجأت ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده، وأدخلتهم في حال من الصدمة والتوتر بعد أن توقعوا توجيه ضربات خاطفة وتنفيذ سيطرة سريعة على الأرض بغطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي، ما دفعهم إلى طلب المزيد من الوقت لإحكام الطوق على عيتا الشعب. كان معنا جنود لم يستطيعوا تحمل أصوات إطلاق النار والصراخ. أحد الجنود ذهب إلى خلف المنزل الذي كنا نتحصن فيه، وفجأة سمعنا صوت إطلاق نار. حاول أن ينتحر، أطلق النار على نفسه، وفي إحدى المعارك التي استمرت 4 ساعات الأمور خرجت عن السيطرة. الجنود دخلوا في توتر وخوف وصدمة حرب، ولم يعودوا يستمعون إلى الأوامر. عيت الشعب اسم حفر عميقاً في ذاكرة لواء المظليين. هناك فقد 3 من جنوده وأصيب أكثر من 50 في معركة كانت من أقسى المعارك التي خبرها اللواء بحسب مراقبين. وبالتالي فإن محاولات الجيش الإسرائيلي تحقيق إنجازات على الأرض عبر إحداث منطقة خالية من حزب الله على بعد 2 كيلومتر من الحدود تكسرت عند أعتاب عيت الشعب. الآن إلى الاقتصاد وآلي سار. تفضلي آلي سار. شكرا لك ملحم. أهلا بكم. خفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم لنمو معظم الدول الخليجية المصدرة للخام مع تباطؤ نشاط الشركات العاملة بالقطاعات غير النفطية بسبب إجراءات التقشف الحكومية. استطلاع ربع سنوي أجرته رويترز شارك فيه 18 خبيرا أظهر انخفاض متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 4 من دول مجلس التعاون الخليجي 6 هذا العام، من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما جرى خفض توقعات النمو في العام المقبل لخمس دول. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام الحالي انخفاضا آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودية، وبحسب التقرير فإن احتياطيات النقد في السعودية ستواصل التراجع ما دامت أسعار النفط تسجل مستويات متدنية. وتراجعت احتياطيات المركزي السعودي بنسبة 2% في حزيران يونيو وحده لتبلغ 570 مليار دولار مقابل 581 مليارا في أيار مايو. وتضخمت الأسعار في السعودية في الشهور الماضية من العام الحالي بنسبة 4% مع رفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء والمياه. كتب الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط روبرت فيسك مقالا أكد فيه أنه على الرغم من امتلاك قطر استثمارات هائلة في أوروبا من خلال شيل وباركليز وهاريدز وأسهما في بورصة لندن، تعاني صعوبات اقتصادية ترفض الاعتراف بها. وفي مقال في صحيفة إندبندنت تحت عنوان قطر تمارس سيطرة هائلة على الأعمال البريطانية لكنها قد تخفي خريفا عربيا، أكد فيسك أن الإمارة تكبدت أكلافا هائلة بسبب دعمها لجبهة النصرة في سوريا وإنفاقها في الحرب السعودية ضد اليمن، وشكك في قدرتها على تنظيم المونديال على أراضيها عام 2022. انضمت أفغانستان رسميا إلى منظمة التجارة العالمية لتصبح العضو الرقم 164 في المنظمة الدولية. وكان مجلس الشيوخ الأفغاني قد اجتمع يوم الأربعاء بناء على طلب من الرئيس أشرف غني للموافقة على 6 قوانين جديدة باعتبارها من شروط العضوية. وعام 2014 تقدمت أفغانستان أفقر دول العالم بطلب للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية. نحو 1 مليون موظف في قطاع المصارف الهندي أضربوا عن العمل يوم الجمعة احتجاجا على سياسات الحكومة المركزية في إدارة القطاع. CH الأمين العام لاتحاد عمال بنوك عموم الهند أعلن أن الموظفين غير متهمين بأي دعوى قضائية أقامتها المصارف لمنع نقابات العمالية من الإضراب، وشل الإضراب نحو 40 مصرفا خاصا ومملوكا للدولة.
قالت وزارة المالية الروسية إنها طلبت من محكمة في لندن أن تصدر حكما عاجلا يلزم كييف سداد الدين، وهي المحكمة التي تنظر في دين لموسكو بقيمة 3 مليارات دولار مستحقة على أوكرانيا. الوزارة قالت إن أوكرانيا أدرجت في دفاعها سلسلة من الدفوع السياسية لا علاقة لها بالقضية، وأكدت أنها ليست أكثر من جزء من تكتيكات أوكرانيا لإرباك القضية قدر الإمكان. ويتوقع أن تصدر المحكمة البريطانية حكمها مطلع العام المقبل. تعتزم شركة روسنفت الروسية بدء توريد النفط والمنتجات النفطية إلى فنزويلا ضمن اتفاق على المقايضة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية. الشركة الروسية توقعت أن يبدأ الطرفان عمليات التسليم العام الجاري، ويتيح هذا الاتفاق للشركة الوطنية الفنزويلية فتح خط إضافي وفعال لتصريف منتجاتها من المواد الهيدروكربونية في الأسواق العالمية. نكتفي بهذا القدر من الأخبار الاقتصادية ونعود من جديد إليك ملحم. شكرا لك يا لسار. قبل عام من اليوم أحرق مستوطنون إسرائيليون عائلة الدوابشي الفلسطينية المتورطون بعملية القتل هذه موقوفون ولم يحاكموا. تقرير هناء محمد. تتوالى جلسات المحكمة، الفلسطينيون يتظاهرون أمامها مطالبين بإنزال أشد عقوبة على المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بجريمة حرق وقتل 3 أفراد من عائلة الدوابشي العام الماضي، لكن المحكمة الإسرائيلية تماطل بحكمها حتى اليوم. نحن هنا أصلا من أجل أن نعري القضاء الإسرائيلي ونثبت أن هذا القضاء الإسرائيلي هو قضاء عنصري، هذا القضاء هو قضاء عندما يتعلق بالفلسطيني يكون سيف مسلط على ركاب الفلسطينيين، لكن عندما يتعلق باليهود يكون يختلف فيه. في قرية دوم الوادعة لم يكن لأحد أن يتخيل أن يشهد مأساة فقد أم وأب ورضيع في ليلة واحدة. أحمد هو الناجي الوحيد من المحرقة، عاد للتو إلى بلدته في الضفة الغربية بعد خضوعه لأكثر من 14 عملية جراحية. الندوب التي يحملها جسده الصغير غائرة في نفسه، فهو شاهد كل شيء بأم عينه. بسأل عنه أبو من كل راحوا على الجنة، بكل طيب راحوا على الجنة، معهم مش تلفون اتصل عليهم من كل دعاء ستي. كنت طيب أنا وأنت بدي أروح الجنة عندهم تصير كدبوي. هاي الجريمة دائما في ذكرنا، دائما في روسنا، دائما في عقولنا، بننام وإحنا نفكر فيها، بنصحى وإحنا نفكر فيها. لما بتشوف أحمد بتتذكر شو أحمد، كيف كان أحمد مع أمه، كيف كان يتفاعل مع أبوه. هذه هي الطريق التي سلكها المستوطنون ليلة جريمتهم. وصلوا إلى البيت وألقوا فيه زجاجة حارقة، ثم تربصوا لسكانه خارجا مبرحين إياهم ضربا منعا لطلب النجدة. هنا كانت شرارة الحريق الأولى، حيث استغرقت عائلة الدوابشي في نومها قبل عام. رائحة الموت والاشتعال لا تزال جاثمة في فضاء البيت كله، فيما القتلة لم يحاسبوا بعد. هناء محميد من قرية دوما، الميادين. والآن إلى فقرة الرياضة مع الزميلة أماني مهنة. تفضلي أماني. شكرا ملحم. أهلا بكم. خيسير رودريغيز بات قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان. صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت الخبر من دون تحديد قيمة الصفقة، وقد يكون الانتقال على سبيل الإعارة أو عبر شرائه على أن يتضمن العقد بندا يسمح له بالعودة إلى ريال مدريد مستقبلا. مدرب بطل فرنسا أوناي إمري يعول على رودريغيز لمساندة أدنسن كافاني في مركز الجناح، كذلك بإمكانه اللعب مهاجما صريحا. رسميا قدم يوفنتوس الإيطالي لاعبه الجديد غونزالو إيغواين ليصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. المهاجم الأرجنتيني انتقل من نابولي إلى بطل إيطاليا في عقد بلغ 90 مليون يورو، وهي الأعلى بعد صفقتي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل في ريال مدريد. هدف دوري الإيطالي لمح إلى أن العلاقة سيئة مع رئيس نادي نابولي كانت أحد أسباب المغادرة. إيغواين شكر جمهور فريقه السابق على الرغم من تمزيق صوره في الساحة العامة بعد الانتقال إلى يوفنتوس.
انتقال إيغواين إلى يوفنتوس يمنح فريقه السابق ريال مدريد 2,250,000 يورو. النادي الملكي حاز هذا المبلغ بموجب قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم. البند 21 ينص على الاستفادة ب 5% من الانتقال من صفقة الانتقال لكل فريق شارك معه اللاعب بين أعوامه 12 و23. في هذه الحالة يستفيد كل من الريال وريفر بليت بهذه النسبة مناصفة، البالغ مجموعها 4,500,000 يورو. القانون يفرض على يوفنتوس دفع المبلغ في غضون 30 يوما. من القصر الحكومي في إسبانيا، ودع رئيس الوزراء ماريانو راخوي البعثة المشاركة في الألعاب الأولمبية. أكثر من 100 رياضي في مختلف الألعاب سيتوجهون إلى مدينة ريو دي جانيرو. راخوي طالب اللاعبين برفع العلم الإسباني في العرس الأولمبي على الرغم من المشوار الصعب. الرئيس استغل إطلالته ليبعث برسالة سياسية عندما قال إن الأمة الإسبانية موحدة في هذا الاستحقاق، ولا مكان لانفصال أي إقليم عن الدولة الإسبانية العظيمة. يذكر بأن البعثة تضم أكثر من 500 شخص بين رياضيين وطاقم طبي وإداري. ليونيل ميسي يفاجئ الرئيس السوداني عمر البشير بهدية غير متوقعة، تعد الأولى من نوعها. النجم الأرجنتيني بعث بقميصه ممهورة بتوقيعه وبأخرى بتوقيع زميله في الفريق نيمار دا سيلفا. ممثلة ميسي سلمت الهدية إلى الرئيس السوداني في منزله بضاحية كافوري شرقي الخرطوم. هذا وقد أشاد عمر البشير بخطوة لاعب برشلونة معلقا أن 90% من الشعب السوداني يشجعون الفريق الكتالوني. المفاوضات مع ليونيل ميسي ستمثل نقطة الانطلاق لحل أزمة الكرة الأرجنتينية. رئيس لجنة المسيرة للاتحاد الأرجنتيني أرماندو بيريز أكد أنه سيتوجه إلى إسبانيا لإقناع ميسي بالعدول عن الاعتزال ولمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار. من برشلونة سيتوجه بيريز إلى إشبيليا للاجتماع إلى خورخي سامباولي، فهو المرشح الأقوى لتولي تدريب منتخب الأرجنتين، علما أن الأخير رفض العرض في ظل توقيعه مع نادي إشبيليا. منتخب تانجو على موعدين في غاية الأهمية أمام الأوروغواي وفنزويلا في الأول والسادس من أيلول سبتمبر المقبل لخوض مواجهتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. مع هذا الخبر نختم الموجز الرياضي، يعود إليك ملحم. شكرا لك يا أماني. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. داعيين 45 شهيدا بغارات للتحالف الأمريكي قرب منبج، وداعش يقتل 24 مدنيا في البوير المجاورة بعد السيطرة عليها. مدنيون يتحدون مسلحين ويخرجون من مناطق في حلب الشرقية. أردوغان يرفض التصريحات الأمريكية بخصوص الاعتقالات ويقول إن دولا وقفت إلى جانب المتآمرين. مصدر أممي للميادين يؤكد استمرار المشاورات اليمنية وعقد جلسات منفصلة في الكويت اليوم. دمتم بخير.